السلام عليكم. قرأ الإمام قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. وتذكرت حين قرأ الإمام أمر منتشر في وسائل التواصل، الحسابات الإخبارية أو حسابات الهوامير يحطون مقطع السين من الناس، واحد شاب صغير صدر منه قول أو فعل ما يليق، أو الواحد ما أعرف يتكلم لسانه فيه مثل التغف ولا غيره، وهم يضعون مثل هذه المقاطع بقصد استدرار الشماتة، استدرار السب والشتم من الناس، وتجد على المقطع 1000 و2000 تعليق كلها استهزاء وانتقاص. كل هذا لا يجوز، وهو ميزان من نشر مثل هذه المقاطع بقصد الاستهزاء. أنت إذا رأيت شخص وقع في خطأ، أسأل الله له الهداية، وإن كان مبتلى فسأل الله العافية، مو بيكون هذا الأمر عرضة للشماتة وانتقاص الناس. وهذه النفس المؤمنة المتسامية إذا رأت أحدا من الناس قد زل وأخطأ إلا ويتألم، وما يتمنى وقوع أحد من المسلمين مثل هذه الأخطاء. فالأصل أن تدعو له بالهداية والصلاح، وإن كان مبتلا بأمر من الأمور لا تشمت به. جاء عند الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء. فإخواني، لا تكون وسائل التواصل هذه مجمع للأوزار والسيئات، بأن نسلط ألسنتنا فيها بالسب والشتم وانتقاص الناس. والله الهادي إلى سواء السبيل.